على غير شكل المساجد السائد والمعتاد في مدينة إسطنبول، وبوجهة مختلفة وأسلوب فريد. يتميز مسجد يير آلتي، والذي يقع تحت الأرض على عكس المساجد الظاهرة التي تعلوها المآذن والقباب في هذه المدينة. أنا أقضي أسبوع شهريا في مدينة إسطنبول وفي منطقة كاراكوي تحديدا. أقضي معظم هذا الأسبوع بالقرب من مسجد تحت الأرض، وأحاول قدر المستطاع أن أصلي معظم الصلوات في هذا المسجد. وأكثر ما يميز هذا المسجد بصراحة هو الجو الإيماني الذي تشعر به بمجرد دخولك إليه، حيث الإضاءة الخافتة والأعمدة الضخمة والأجواء الإيمانية الرائعة التي تدعو الإنسان إلى الخشوع. وأكثر ما يميز هذا المسجد أيضاً أنه يختلف عن كل مساجد إسطنبول، حيث لا توجد زينة بشكل كبير ولا مشاهد معمارية كثيرة، ربما لأنه كان مخزن سلاح كما يقول التاريخ، ولم يتم تأسيسه على أن يكون مسجداً. لكننا نحمد الله أن أصبح مسجداً نزوره من حين إلى آخر ونقوم بالصلاة فيه. في منطقة كاراكوي يقع مسجد يير آلتي، حيث تتميز المنطقة التي يوجد بها بطابعها القديم، وهي من أقدم المراكز في إسطنبول، كما أنها مكان هام لجذب الوافدين بمعالمها التاريخية المختلفة. والمقصود باسم جامع يير آلتي هو تحت الأرض، فقد أخذ المسجد التاريخي من اسمه نصيباً كونه فعلياً منخفضاً قياساً بباقي المساجد. أنا أسكن بجوار المسجد، ولي دكان أبيع فيه البضائع المتنوعة. على رأس كل صلاة تجدني مندفعاً للقدوم إلى المسجد. أشعر بالسعادة عندما أصلي في مسجد يير آلتي، حيث أحاول اصطحاب أصدقائي إلى المسجد لنجلس هنا ونقرأ القرآن ونستمتع بأجوائه الإيمانية الرائعة. الكثير من الأشياء تميز هذا المسجد عن غيره، يكفي أنه تحت الأرض. يقع مسجد تحت الأرض في مدخل خليج القرن الذهبي المتفرع من مضيق البوسفور في إسطنبول، ويعود تاريخه إلى عام 570 ميلادية، ويقال إن البيزنطيين كانوا يغلقون هذا المكان بسلاسل ضخمة لمنع السفن الغريبة من العبور، كونه يعتبر ممراً مائياً كان يحيط بالمدينة لحمايتها. حيث كان التحكم في عبور السفن يتم من خلال هذا المكان الذي تحول لاحقاً إلى مسجد، ليصبح واحداً من أغرب المساجد التاريخية في مدينة إسطنبول، حيث يقع المسجد على عمق عدة أمتار تحت الأرض، ولذلك يسمى المسجد بمسجد تحت الأرض. أعمل كحارس للمسجد منذ 15 عاماً، ألتقي يومياً بالكثير من الزوار والوافدين الذين يحاولون معرفة تاريخ هذا المسجد، وأحاول دائماً أن أعطيهم معلومات حول تاريخه. كان هذا المعلم التاريخي الذي أصبح مسجداً يطل في الماضي مباشرة على البحر، وكانت السلاسل تربط في الأعمدة المقابلة لباب المسجد تماماً، وهو بناء معماري مختلف في الأسلوب عن باقي المساجد وعن باقي الأماكن في إسطنبول، حيث يرفعه عدد كبير من الأعمدة الضخمة بحيث يصل عددها إلى أكثر من 50 عموداً، كما أن السقف منخفض للغاية
ومظلل ومضيء بعدد قليل من المصابيح وبعض المصابيح الفلورية الخضراء الملونة. أنا من منطقة قريبة من مدينة إسطنبول تسمى بورصة. أزور إسطنبول مرة كل شهر تقريبا، وعندما آتي إلى إسطنبول أزور منطقة كاراكوي، وهي المنطقة التاريخية التي تتوسط مدينة إسطنبول وتحتوي على عدد كبير من المعالم التاريخية، سواء كانت مساجد أو معالم أخرى. مسجد يير ألتي أو تحت الأرض هو من أبرز المساجد التاريخية في هذا المكان، خاصة أنه لم يكن مسجدا وتحول مع الأيام إلى مسجد، حيث أصبح مسجدا منذ حوالي 400 عام. أزور هذه المنطقة برفقة إخوتي وأخواتي ونقوم بالصلاة هنا، ثم نتجول بالمنطقة التي يوجد بها المسجد، وهي منطقة مليئة بالمطاعم والمقاهي وقريبة جدا من البحر. نستطيع قضاء يومنا بالكامل هنا وسط أجواء جميلة ورائعة. ووفق التاريخ فقد تم استخدام هذا المعلم كمركز لمراقبة السفن ومخزن للمواد الغذائية ثم مخزن للأسلحة، كما استخدم فترة طويلة كسجن بيزنطي، إلى أن أصبح مسجدا يذكر فيه اسم الله في كل وقت وحين. أشعر بالسعادة الكبيرة عندما أزور المسجد بشكل مستمر، حيث أصطحب عائلتي هنا وأقوم بتعريفهم على تاريخ المسجد، حيث يشعر أولادي بالفرح عندما يسمعون التاريخ العظيم الذي يتميز به هذا المسجد. أنصح كل القادمين إلى إسطنبول بضرورة زيارة مسجد يير ألتي المعروف بمسجد تحت الأرض، حيث سيشعر الزائرون أن هذا المسجد يختلف عن كل مساجد إسطنبول من حيث الشكل المعماري وأسلوبه الفريد. وعلى مر التاريخ يبقى هذا المعلم التاريخي الذي صار بيتاً من بيوت الله مكاناً يتوافد إليه الزوار من كل حدب وصوب من أجل قراءة حكاية الأزمان على الحيطان والجدران.